السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. صندوق لرعاية الأسرة، ليه هيتم إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ضمن أو وفق بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي لسه أصلا هيتناقش ولو مراحل كتيرة اتكلمنا عنها في كذا فيديو، يعني لسه لغاية دلوقتي ما تمش إقرار صناديق ولا تعديلات تمت ولا غيره، لكن في الأيام اللي جاية إن شاء الله هيبقى في قانون جديد وقد يتضمن هذا الصندوق. طيب ليه من وجهة نظري هيتم إنشاء هذا الصندوق؟ وده مش تبرير للصندوق، ولكن أنا يعني عندي تحليل بسيط يمكن يزعل البعض مننا لما بنيجي نتجوز أو نعمل خطوبة أو نعمل فرح والكلام ده كله، بنبالغ في تكاليف الزواج، بنبالغ في المهور. اللي ما عندهوش قدرة مالية بيحمل نفسه أعباء وديون ممكن تفضل على دماغه كده بالبلدي لغاية 10 سنين لقدام ديون. لكن ممكن الكلام ده يتعمل في شكل بسيط، ممكن ما نغليش في المهور، ممكن ما نغليش في الطلبات اللي بيطلبها الطرفين من بعضهم البعض ممكن. طيب حد هيقول انت ما قلتش برضو ليه هيتم انشاء الصندوق. الحكومة من الاخر بتقول لك احنا صندوق او بنك نصر اجتماعي. طبعا ارجع لك بقى الواقع اللي احنا عايشين فيه، الناس اللي بتخلف اولاد بيحصل انفصال وما بتصرفش على اولادها. لما ما بتصرفش على اولادها بتلجأ الزوجة او ام الاولاد ان تروح بنك نصر الاجتماعي يديها نفقة في حدود 500 جنيه. الكلام ده طبعا اعداد مهولة، والنفقات وحالات الطلاق حدث ولا حرج في المحاكم. انا بكلمك من جوه المحاكم، الشغل اللي بيتم حاليا جوه المحاكم. فالحكومة بتقول لك احنا مش هنشيل ولا نصرف على حد، احنا هنعمل صندوق الراجل لما يجي يحفظ، عاوز يطلق عاوز يخلف، يبقى أولاده يصرفوا من هذا الصندوق. طبعا آليات موضوع الصندوق ده والنسب اللي هيتم فرض على كل متقدم للزواج لسه محدش يتكلم عنها، وأنا يمكن مش حابب أتكلم في تفاصيل الكلام ده لأنه لسه لغاية دلوقتي ما فيش حاجة على أرض الواقع. لكن حابب أقول توصية بسيطة للناس اللي مقدمة على الزواج. إحنا للأسف إحنا اللي بنجيبه لنفسنا، معلش انا عامل عليك شوية في كلامي، احنا اللي بنجيبه لنفسنا واحنا اللي بنخلي حد يبقى واصي علينا. زمان كده كان لما الناس تروح تتخانق في بلدنا الصغيرة يعني اللي بتشرف ان انا منها، فكانوا يروحوا النقطة او مركز الشرطة نتخانقوا مع بعض، فكان اللي هو امين الشرطة والعساكر اللي موجودين فبيقولوا لهم والله انتوا اللي جيتونا مش احنا اللي جبناكم، يعني انت اللي عملت مشكلة وانت اللي رحت لنقطة الشرطة. انا بكلمك من الواقع اللي الناس عايشاه، يعني اذا انت اللي بتخلينا نطبق عليك القانون. انت مش عاوز يتطبق عليك الصندوق ومش عاوز الحكومة تاخد منك فلوس او تفرض عليك فلوس. اول شيء منغليش في المهور وتكاليف الزواج، منغليش في المهور وتكاليف الزواج، يسروا ولا تعسروا، احنا مع بعض كده ممكن نيسر الموضوع. طبعا المواضيع دي محتاجة كلام كتير ويتقال فيها مجلدات عشان تتكلم في تكاليف الزواج والتيسير، وان انت من باب ان انت اليسر اللي الناس تتعامل والرحمة. يعني احنا لو اصلا عندنا رحمة بيننا وبين بعضينا مش هنلاقي حكومة تقولك انا هعمل لكم صندوق عشان يصرف على اولادكم، صندوق عشان يصرف على اولادكم. ما انتش عاوز يتعمل عندك صندوق او تدفع في الصندوق لما يبقى فيه اي خلافات ما بين الزوجين ما تروحوش المحكمة. قبل ما تروح المحكمة اديها نفقتها، اديها اولادها، اذا استحالت العشرة ما بينكم
اديها حقها، ولادك دول ولادك مش ولاد حد تاني، انت الملزم بالانفاق عليهم. مش عاوز اطول اكتر من كده في الفيديو، يعني انا قصدت بس اتكلم كلمتين على التعليقات والناس اللي شغالة حاليا على موضوع الصندوق، وان كان لسه لغاية دلوقتي لا صندوق انشئ ولا قانون لسه صدر، كل الكلام ده خطوط عريضة ولسه هيبقى فيه تفاصيل وهيبقى فيه اجراءات واليات لهذا الصندوق. واعتقد ان لو تم انشاء مثل هذا الصندوق هيكون بمعايير معينة وهتكون بنسب معينة، وان كنت برضو بشوف ان المعايير والنسب اللي هيتم فرض الفلوس بتاعت الصندوق على اساسها ممكن تخضع لتلاعب وثغرات كتيرة، محدش بيغلب، لكن الله المستعان. واتمنى ان شاء الله نشوف قانون يلبي ويعالج جميع المشاكل الخاصة بالأسرة المصرية. أتمنى أن أنا أشوف قانون يقلل من حالات الطلاق، أتمنى أن أنا نشوف قانون يكون وضع حل لآلية هذا الوضع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.